So this is part 8 for chapter 23, and it is the final part. So we stopped here, and I want you to focus on a point here, which is اللي قلنا هنا مثلا كان السعر هنا 10 $10 كان الايش الايكوليبريم برايس ايش الايكوليبريم برايس انه the best price for sellers and buyers so or not the best, the most suitable price for both buyers and sellers. فكان هنا تخيل ان P1 10 $10 فايش حصل؟ الديماند زاد للزبادي، الطلب زاد في رمضان. فلما زاد الديماند، فشوفوا لما زاد الديماند وين الانترسكشن between demand 2 and S1. This is S1 supply 1 وthis is demand 2. فالانترسكشن between them هنا. فتخيل ان البرايس زاد $20، فزاد سعر الزبادي مثلا $20. ف ايش حصل؟ شافوا انه والله ما دام زاد سعر الزبادي كذا يعني البروفيت بيزيد. كان البروفيت هنا ايش؟ زيرو ايكونوميك بروفيت، لانه وي ار وركينج ان ا بيرفكت كومبيتيشن ماركت. فهنا وي هاف بوزيتيف وات ايكونوميك بروفيت. فدخلوا some firms and produce more. فزاد ال production in this market. زاد ال production in this market. فإيش حصل لل supply curve؟ تحرك لوين؟ لليمين. فشوفوا وين ال intersection الجديد أو الأخير أو ال final or ال end equilibrium. فكان هنا وبعدين هنا. Finally it reaches where? Here. شوفوا كان البرايس 10 بعدين 20 بعدين لاوين رجع، شوفوا البرايس هنا 10 فرجع للسعر القديم اللي 10. فالآن سؤالنا يعني is it necessarily to go back to the original price or less or more؟ يعني هل دائما البرايس يرجع للبرايس القديم يعني هنا 20 هنا 10؟ هل من الضروري لما زاد السبلاي هل من الضروري إنه بيرجع لعشرة بالضبط؟ أو هل ممكن يرجع لأقل من 10 مثلا 5؟ أو هل ممكن يرتفع لأكثر من 10 اللي هو مثلا خلوها 15 هنا مثلا؟ فبنشوف إيش الكيسز. That depends on what the type of the industry. فمعانا ثلاثة أنواع من الإيش من الإندستري. في معانا constant cost industry and we have increasing cost industry and we have decreasing cost industry. طيب نبدأ مع ال constant. فconstant إيش معنى كلمة constant؟ يعني stable، يعني no change what happens. فمثلا هنا شوفوا الصورة اللي معانا، نفس الكلام، ركزوا لي على demand 1، هذا demand القديم للزبادي مثلا، هذا demand الجديد اللي زاد، هذا supply الايش الأصلي original supply original demand. شوفوا هنا الانترسكشن هنا عند P1 P1 or price 1. So what happened؟ إنه the demand increased for some reason. فزاد الديماند. شوفوا الآن ال intersection الجديد هنا، ال intersection الأول، هذا ال intersection الجديد اللي هو between S1 and demand 1 اللي إيش حصل فيه؟ زاد السعر، زاد سعر المنتج. طيب لأن ليش زاد سعر المنتج؟ لأن الطلب أكثر أو زاد بالنسبة لإيش؟ للسبلاي. فإيش حصل هنا؟ ما دام في برايس كثير يعني there is an incentive for other firms to enter the industry and it is an incentive for existing firms to produce more. So what happened in the supply curve shifted to the right يعني increased. فزاد الإنتاج بعد زيادة الديماند. فشوفوا لي الانترسكشن اللي هو السكندري انترسكشن اللي هو هنا 3. So this is the final intersection اللي هو رجعنا للبرايس القديم. طيب when you connect
the initial equilibrium with the secondary equilibrium, you get what? Something called Lohgren supply curve. Lohgren supply curve. طيب فشوفوا هنا ايش السبب انه رجعنا لنفس السعر القديم؟ هنا مثلا 10، هنا 20، ورجعنا لوين؟ للسعر القديم اللي 10. بعد ايش؟ بعد دخول عدد من الشركات الى السوق، زاد السبلاي، زاد كمية الانتاج، فرجعنا للسعر القديم، فقل البرايس الى السعر الايش؟ الى السعر القديم. طيب طيب ايش سبب هذا الشيء؟ السبب انه ليش السبلاي كيرف زاد بنفس الكمية؟ شوفوا هنا كمية تحرك الديماند من هذا الاصفر، الكيرف الاصفر، الى الكيرف الاحمر، وشوفوا لي هنا من S1 الى S2، شوفوا كمية الشفتينج متساوية. طيب ليش متساوية؟ لانه we have something called constant cost، اللي هو الكوست of what؟ of inputs، الكوست of inputs. فهذا الاندستري من خصائصها ان الكوست، او لاي سبب ما، انه تخيل ان الكوست للانبوتس تبع الزبادي ثابتة ما زادتش، فالسبلاير تبعك انت الان قلنا معك شركة انتاج للزبادي، فايش تحتاج عشان تصنع زبادي؟ للبلاستيك فور للعلب، والميلك، والسم يعني سم كيميكال سم اند سو اون. فتخيل انه اسعار المواد مثلا الخام or we call them inputs prices ما تغيرتش، فلما ما تغيرتش ايش حصل؟ رجعنا للسعر الايش؟ نفسه القديم. ولكن تخيلوا معنا اذا مثلا الاسعار زادت، الاسعار زادت، اذا زيدوا علينا مثلا سعر الحليب، سعر البلاستيك، ايش بيحصل؟ هل بنرجع للسعر القديم نفسه؟ لا، بنرجع السعر بيقل لأن السبلاي بيزيد، ولكن هنا بنرجع، والعكس صحيح. إذا مثلا decreasing cost industry إيش بيحصل؟ إذا تخيلوا مثلا سعر الحليب، سعر البلاستيك كذا قلت، so inputs prices قلت، فإيش اللي بيحصل معانا؟ البرايس بيقل مش لعشرة، لأقل من عشرة. بنشوف هنا إيش حاصل. An industry in which average total cost did not change as industry output increases or decreases when firms enter or exit the industry respectively. طيب average total cost يعني تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة، يعني مثلا في الإكزامبل تبعنا تكلفة إنتاج العلبة الواحدة من الزبادي لم تتغير. طيب لم تتغير مع تغير إيش؟ مع تغير إيش؟ عدد الشركات اللي في الماركت، سواء زادت أو نقصت، فهذا ما يغيرش في إيش؟ في تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة، وبالتالي فإن سعر السلعة ما بيتغيرش، بيرجع للسعر الإيش؟ الأصلي. This is original price, this is secondary price. طيب start at Lohgren competitive equilibrium 1، هذه Lohgren competitive equilibrium اللي هنا intersection between D1 and S1. Demand increases, price rises from P1 to P2 and there are positive economic profits. Consequently, existing firms increase output and new firms are attracted to the industry. نفس اللي شرحنا انه هذا الايش Lohgren equilibrium 1. بعدين ايش حصل معانا؟ زاد الديماند، ما دام زاد الديماند ايش بيحصل معانا؟ بيزيد السعر. هذا النو انترسكشن، النو ايكويليبريم. ف ما دام زاد البرايس بيزيد البروفيت، ما دام زاد البرايس people will produce more and other firms will enter the industry، فايش بيحصل للسبلاي كيرف؟ will shift to the right، بيتكون لنا النو انترسكشن اللي هو the final equilibrium, Lohgren equilibrium, equilibrium. So input costs remain constant. So the key word of constant cost industry is what? And the costs remain constant or the same as output increases. So the firm's cost curves do not shift. Profits all fall to zero through a decline in price. فهنا كان الـ profit 0، هنا
هنا معانا positive economic profit. لما رجعنا لهنا بعد دخول بعض الشركات ايش رجع البروفيت؟ زيرو economic profit. وهذه من خصائص من اهم الخصائص او الصفات بالنسبه للبروفيت كومبيتيشن ماركت، انه يكون في معانا بروفيت بعدين ينقص مع دخول الشركات، او بعدين لما ينقص يخرج الشركات ويزيد وهكذا. It is like a circle. So increasing cost industry. طيب طيب سؤالنا هنا ايش بيكون السؤال؟ ايش معنى increasing cost industry, constant cost industry and decreasing cost industry؟ السؤال بيكون البرايس، هذا البرايس زاد بعد زيادة الديماند، طيب وبعدين اكيد بينقص البرايس، بس لما ينقص هل بيرجع الى السعر الاصلي او اكثر من السعر الاصلي او اقل من السعر الاصلي؟ هذا يعتمد على ايش؟ نوع الاندستري، يا اما increasing يا اما constant يا اما decreasing. لما يكون constant ايش بيحصل للبرايس؟ بيرجع الى السعر الاصلي القديم، يعني كان 10 بعدين 20 بيرجع لوين؟ ل10. لما يكون increasing cost ايش معنى increasing cost؟ يعني تكلفة انتاج الوحدة الواحدة ايش بيحصل لها؟ بتزيد. So an industry in which average total costs or unit cost increase as output increases and decrease as output decreases when firms enter and exit the industry respectively. يعني هنا ايش معنى الكلام هذا؟ يعني تكلفة انتاج الوحدة الواحدة تزيد، ليش؟ لأن سعر الانبوتس زادت. يعني من خصائص هذا الاندستري، هذا السوق، ان الانبوتس ايش حصل له؟ الانبوتس برايسز انكريز مثلا مع الوقت. فشوفوا هنا analyze the graph. We have D1 and we have what? S1. هذا الاوريجينال كيس. So this is the original case. اللي عند P1. So شوفوا الكيرف الأصفر والكيرف هذا اللي هو البنفسجي الفاتح. فالانترسكشن بين them أعطانا إيش؟ الإكوليبريم برايس. مثلا خلوها 10 $10. فإيش حصل معانا؟ مثلا في رمضان الناس تطلب زبادي أكثر، يعني الديماند زاد. ما دام زاد يعني it will shift to the right. فشوفوا لي الآن نقطة التقاطع الجديدة أو السعر الإكوليبريم الجديد بيكون وين؟ هنا 2.2 اللي عند P2. تخيلوا معانا إنه هذه 10 P2 كم؟ 20. فإيش حصل معانا؟ ما دام السعر زاد يعني في ناس بتدخل السوق، ولكن شوفوا إيش حصل. S1 S2 فزاد السبلاي، زاد الإنتاج، كمية الإنتاج زادت. ولكن إيش الفرق بين هذا الجراف والجراف هذا القديم؟ شوفوا هنا D1 وD2 المسافة من هنا لهنا، و S1 S2 شوفوا المسافة متساوية. ليش؟ لأنه معانا أن الكوست إيش حصل لها؟ remain constant the same، ما تغيرتش سعر المواد الخام. أما هنا إيش حصل معانا؟ الإندستري هنا من خصائصها إنه الكوست الانبوت prices increasing، تزيد أسعار المواد الخام للتصنيع، زادت مثلا سعر الحليب، سعر البلاستيك زاد. فلما يزيد سعر البلاستيك، سعر الحليب، فتكلفة إنتاج الوحدة الواحدة أكيد بتزيد. ما دام بتزيد هو بيكون الإنتاج أقل من الكيس هذه الأولى. فإيش حصل معانا؟ زاد السبلاي ولكن بكمية أقل من زيادة الديماند. شوفوا هنا الشفت من الديماند 1 إلى الديماند 2 كم الكمية، والشفت من S1 إلى S2 شوفوا كم الشفتين، كم الأماونت، فهنا أقل. إيش السبب؟ لأنه معانا increasing cost. فشوفوا لي الآن الانترسكشن النهائي اللي هو عند 3 ل S2 and D2. فشوفوا البرايس كم بيكون؟ بيكون برايس 3. يعني هنا كان 10، ارتفع السعر ل20 ونقص، ما رجعش ل10، رجع لكم؟ رجع ل15 مثلا. فهنا البرايس ما رجعش الى الانيشال برايس، ولكن رجع الى برايس اكبر، greater than the initial price. ايش السبب؟ لانه الافريج توتال كوست مالها زادت مع زيادة الايش؟ الانتاج. طيب آخر كيس إن شاء الله تكون مفهومة. Now analyze it. معنا D1، معنا S1. This is the intersection, the initial intersection.
إكوليبريم، هنا كم سعر الزبادي؟ 10. فإيش حصل؟ زاد الطلب على الزبادي مثلا، فتحرك فحصل معانا shift from D1 إلى D2. طيب شوفوا الـ intersection الثاني اللي هو هنا D2 and S1، إيش حصل معانا الـ price؟ زاد. ما دام زاد الـ price، عفوا هنا نتكلم عن الـ increasing، هنا decreasing، عفوا هنا decreasing، فـ D1 زاد إلى D2، هذا الـ intersection القديم between S1 and D1. هذا الـ intersection بعد إيش؟ زيادة الـ demand، زاد الـ demand على الزبادي، فهذا الـ intersection الثاني اللي between S1 and D2، فشوفوا الـ price، الـ price القديم اللي كان عند P1، والـ price بعد زيادة الـ demand ولكن الـ supply عاد ما تحركش معنا P2، فمثلا هنا معنا 10، هنا كم؟ 20. فإيش حصل معانا؟ ما دام زاد الـ price يعني ناس بتدخل السوق تفتح مصانع زبادي، والناس اللي أصلا معاها مصانع زبادي بتزيد ليش؟ الإنتاج. فزاد الإنتاج زي الكلام اللي تكلمنا عليه أول، الأس السبلاي will shift to the right، بيزيد السبلاي، ولكن هنا إيش الفرق؟ السبلاي زاد بكمية أكبر من الديماند. شوفوا هنا المسافة between D1 and D2، شوفوا المسافة between S1 and S2، السبلاي زاد أكبر من أو زاد بكمية أكبر من الديماند. ليش؟ إيش السبب؟ لأنه تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من الزبادي قلت في هذا الإيش؟ في هذا الإندستري. طيب إيش سبب إنه decreasing ولا constant ولا increasing cost؟ هذا يعتمد على suppliers of raw materials، suppliers of inputs، suppliers تبع الحليب والبلاستيك وهذا، هل الكوست يزيد يعني هل بيزيدوا الأسعار علينا أو لا؟ فهذا يعتمد على اللي supply market. فشوفوا معانا هنا مثلا 10، هنا 20، فالتصنيع كان أكثر من الديماند. فشوفوا معانا الـ intersection النهائي اللي between S2 and D2، فشوفوا معانا روحوا عند الـ price الأخير اللي هو كم؟ P3، يعني كان سعر الزبادي 10، ارتفع ل 20 بعد دخول الناس إلى السوق وكمية الإنتاج زادت. فإيش لوين راح معانا البرايس؟ راح معانا لوين؟ P3 اللي كم تقريبا؟ let's say مثلا 8، فهنا 10، هنا 20، رجع إيش؟ 8. فالبرايس ما رجعش للبرايس هذا البرايس الأصلي وهذا البرايس الجديد، هل رجعنا للبرايس الأصلي أو أكثر أو أقل؟ فرجعنا إلى أقل من البرايس الأصلي، هذا في حالة إيش؟ decreasing. في حالة الـ increasing الـ price بيرجع مش للـ price الأصلي، بيرجع إلى greater than the initial price. أما في حالة الـ constant، في حالة الـ constant الـ price بيرجع، هذا الـ price الجديد بيرجع إلى الـ price القديم الأصلي، لا أكثر ولا أقل. ف This is what decreasing cost industry, increasing cost industry and constant. And this is chapter 23. Try to read more. Do not depend only on videos. The videos are only to clarify the main ideas. شوفوا هنا مثلا معانا هنا. شوفوا. We connected equilibrium 1 اللي initial and secondary، حصلنا ايش؟ حصلنا على long run supply، فايش كان؟ horizontal بالنسبة للconstant. شوفوا معنا بالincreasing، you connect اللي هو الinitial equilibrium والfinal equilibrium، يعني you connect 1 with 3، شوفوا ايش حصل معنا when you connect this with this، معنا upward sloping long run long run supply curve، هذا بالنسبة لل increasing cost industry. finally لل decreasing ايش حصل معانا؟ لما we connect point 1 equilibrium initial equilibrium with secondary equilibrium we get what long run supply curve which is downward sloping. فشوفوا معانا هنا الكلام new equilibrium اللي هي P3 is less than old equilibrium when
في ال decreasing. في ال increasing new equilibrium اللي P3 هذه أكبر من ال old equilibrium اللي هنا، هذا في حالة ال increasing cost. في حالة ال constant اللي هي new equilibrium P1 اللي هنا equals old equilibrium اللي هي هنا P1 نفسها عند النقطة 1 عند النقطة 3.